بص بقى يا معلم، انا ماليش في حساب القديم والجديد، انا جاي اسلم واستلم. في بضاعة يعني في فلوس، دي سهلة يا ود العم. باين عليك قوي تتعب نفسك. ايه في ايه معلم؟ بعدين معاك يا شد عيني، انت هتنطق بالزوج ولا؟ الظاهر ابتدينا غلط. ايه رايك اخرج وادخل تاني ونبتدي على الابيض؟ قلت ايه؟ دمك خفيف يا انت. منين هي بلدك؟ ليه؟ حق علي اني عايز اعرف بتكلم مع مين؟ عايز تتكلم اتكلم في الشغل. فين البضاعه؟ اوريك البضاعه. شندويلي ليه الغدر ده يا معلم؟ ها ليه الغدر ده؟ اللي بدأ بيه هو معلمك شومان، وانا حذرته وقلت له حقي يوصلني على داير من ليم، يا اما هاخد حقي غصبني منه ومن رجالته. فين الفلوس يا ولا؟ بعينك. ما هو لو ما نطقتش هقتل اخوك وهقتلك. فين الفلوس يا ولا؟ عارف الكنيف الوسخ بتاعك ده؟ هات فينك فيه. جدع يا معلم جدع. على فكرة أنا افتكرتك، مش أنت اللي كنت مع أشجان في المحكمة؟ آه مظبوط. أشجان دي بقى شكلها طيبة وبنت حلال وأصيلة قوي، تتعرفوا من زمان؟ أنا لمؤاخذة متربيين سوا في حتة واحدة أيام ما كنا عيال مفعيص. آه كده يعني بقى عيلة وعيلة. بقول لك إيه، الناس دي عوقت، تعالى نطب عليهم ونشوف بيعملوا إيه. إيه ده يا عم؟ ايه ده؟ ما ينفعش ندخل كده، لازم ندخل في الوقت المظبوط، لو دخلنا في الوقت الغلط هنبوظ كل حاجه. ايه ده كده وراكلس وولع سيجاره تاني. فين الفلوس يا ولا؟ انت تعرف الفلوس؟ انا هعرف اخليك تنطق ازاي. عويس مش عايز تقول فين الفلوس، جنبك على جنبك. امي عويس دي عقرب، يعني قرص طول القبر. تنطق يا ولا لا؟ وهبطه شندويلي. مش عايز تنطق؟ جبل 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 فاتت ومحدش خرج. جاهز جاهز. ايش هتنطق ولا عايز تحصل اخوك؟ سليم خدش بسيط. هاتوا هيما، خدوا الأسعار وحصلوا. We'll be right back.
طول عمرك وش مصايب يا سعيد. اللي حصل ده مسؤوليه كبيره. مش استوحنا بوشك، لازم نرجع بمصيبه. وبعدين ولا مسؤوليه ولا حاجه، ده انت عملت خير، ده اكرام الميت دفنه. ده مش ميت، ده قتيل، ولو الحكايه اتعرفت هروح في كلبوش. خد دول يا شولح، سد بيهم بقك، ولو بقك نطق بكلمه واحده هرقدك جنبه. ماشي يا سي سعيد، ماشي. الله يرحمه ويرحمنا. ايوه كده، انت تبقى عم شولح حبيبي الطيب الجدع اللي بيدفن الاسرار. اتكل على الله. سلام عليكم. حبيبي يا ايمن، الله يرحمك. على فكره شومان الكلب ده كان عارف ان مرعى يغدر بينا وكان بعتنا ليه مجاس. قلت لك بلاش يا جابر، حتى اقول لك بلاش. مش انا قلت لك عانيت وكبرت؟ طب هيما بقى ذنبه ايه بقى؟ ذنبه ايه بقى يموت؟ سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. الله حنفي، الله حنفي، موت علينا حق. فليتني كده ليه بدري يا صاحبي؟ ليه؟ ليه شايلني ذنبك ليه؟ هما بيقولوا ان اللي ربنا بيحبه بياخده، وانا متاكد ان ربنا بيحبك عشان كده، عشان كده خدك، عشان ما تمشيش معايا انا في الغلط. انا ما تخافش ما تخافش ما تخافش، هي الدنيا كده. أمك وأخواتك فعليها تجمد شراح عنفي، عمره كده يا اخي، وفي حد بيموت ناقص عمر؟ لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت. انت عارف يا سعيد، هي ما كان كان حلمه يعدي من العملية دي على خير ويطلع له بقرشين حلوين ياخدهم ويطير على امه واخواته في البلد عشان يفرحهم ويفك زنقتهم. بس هي ما مات، هي ما مات ومش هيرجع، مش هيرجع. خلاص بقى يا حنفي، احنا هنفضل عايشين في المسلسل التركي ده طول عمرنا؟ كفايه، الدنيا حزنتنا كتير يعني، مش ناقصه. خد يار، ترحمها. متخافش يا حنفي، احنا مش عيال ولا صغيرين، وحق هيما مش هيروح، ورحمة أمي اللي ما شفتهاش، دم هيما ما هيروح. حاضر يا، هنجيب حق. الو، مين معايا؟ انا جابر.
جابر انت رجعت؟ ما كنتش عايزني ارجع؟ لا لا حبيبي، انا بس استغربت. الحمد لله على السلامة، التليفون بس فاجئني يعني. ها طمني، ايه الاخبار؟ مفيش اخبار عندي. يعني ايه؟ اخباري هيسمعها اللي مشغلك. ده زالك تجننت على تتكلم الكلام ده ولا ايه؟ اسمع يا شومان، ده اخر كلام عندي، اخباري للي مشغلك. جابر جابر، ايه؟ مين جابر اللي كنت بتكلمه ده؟ جابر يا سيدي، جابر بتاع السجن اللي انت رزقتنا بيه. وشغال معاكم؟ اشتغل يا سيدي بسلامته معانا. هو ماله معصبك او كده؟ واد قتم كده وغتت وكشر وفتح صدره على الاخر. واد جدع، واد جدع وبتاع شغل وقلبه ميت، وانتوا هتكسبوا منه. واضح انه مش هيعمر معانا في الشغلانه بتاعتنا دي. طب دي بسيطه، وقت ما تزهقوا منه نديله تاشيره خروج. مساله سهله يعني. على رأيك عوني. بص بقى، الواد ده لما تستلمه بلغني. طبعا احنا هنلاقي احسن منك. فين واجبك سابق عوني؟ من غير واجب ولا حاجه، بالعكس ده انتوا اللي واجبكم سابق. ده انا من ساعه ما اتنقلت لشرطه السياحه وانا عندي احساس ان انا واحد منكم والمصلحه واحد، مش كده شومان ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده عوني؟ انت بقيت خلاص، بقيت راجل مننا. تمام، هتكل انا على الله بقى، وانت بلغ نصار بقى شكري بقى واحترامي وتحياتي وكده يعني، وان انا تحت امره في اي حاجه عاوزها مني. هيحصل، بعدين ما تقولش الكلام ده. ايه رايك بقى، شفت نصار بيه وعد وصدق ازاي؟ صح، مش هما بيقولوا كده برضو وعد الحر دين عليه؟ يلا سلام. سلام يا عوني. نصر باشا، في موضوع حصل كده خطير، عايز ابلغ سيادتك بيه عشان نعرف نتصرف وتاخد فيه قرار. تفتكر شومان ده هيخلي الراجل الكبير يقابلنا بسهوله كده؟ الناس دول بيموتوا على القرش، واكيد مش هيستغنى عن البضاعه بالسهوله دي. يا ريت. الو، يا شومان، كله تمام، كله تمام، وصفت السك. ايه قال لك؟ ايه استنينا في البازار. كنت تروح فين؟ انا لسه عايزك. تعرف مكاني، لما تحتاجني هتلاقيني. مسكين الواد ده، موت هيما أثر فيه أوي. أثر فيه وموتني، الله يرحمه. خليتي معاك، استناني. امال فين صاحبك؟ مستنينا تحت. برضه لسه مش عايز تتكلم تقول ايه اللي حصل؟ هي حكايه هتتحكي مره واحده. يلا يا شومان. ماشي يا بيبر. Oh.
ازيك يا شيري؟ اهلا يا شباب. بس هربي يا مريم. في انتظار، اتفضل. الولاد وصلوا يا باشا. اهلا 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 بالرجاله. مين فيكو جابر ومين فيكو سعيد؟ انا جابر حسان ابو شام. سعيد السواح والشهرة سعيد الهاكر. اهلا وسهلا. اتفضل يا رجاله، اتفضل. اتفضل يا سعيد، اتفضل. اهلا اهلا. ايه يا راجل مالك؟ مال دراعك سلامتك. حاجه بسيطه يا باشا، الرجال اللي بعتونا ليهم اتشاقوا شويه، كانوا عايزين يلعبوا معانا الدنيئه. مراي اللي باصله معانا كان عايز يكمل الفلوس ويخلص علينا. ايه الكلام ده؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ الناس ما عادلاش امان وما عادش حد بيحافظ على كلمته. بس انا عايزكم تطمنوا، مراي مش هيعدي بيها، هيسابه معايا انا شخصيا. حسابه عند ربنا يا باشا. الله يرحمه يا باشا، اللي يموت ما يجوز عليه غير الرحمة. معقولة خلصتوا عليه وخدتوا حقكم أول بأول؟ ما باتتش؟ بقى في حياتك يا باشا. الله. والبضاعة أخبارها إيه؟ دي المصلحة يا باشا، البضاعة والفلوس. هايل. البضاعة والفلوس مرة واحدة؟ أنا سمعت عنكم بس ما كنتش فاكر إنكم ممكن تخلصوا بالسهولة والسرعة دي. كنا بنتسلى يا باشا. بتتسلى؟ سامع يا شومان؟ بيقولك كان بتسلى. أنا الحقيقة سمعت عنكم كتير بجد، بس ما كنتش متخيل بقى إنكم مخلصين ومخلصين قوي كده. أنا بصراحة بقى محتاج رجالة بجد زيكم يشتغلوا معايا مع شومان. رجالة ما يهمهاش أي حاجة وما تخافش. البضاعة والفلوس دي الدفع تمنهم غالي. كان لي صاحب اسمه هيم ومات في العملية. لا حول ولا قوة إلا بالله. مات؟ الله يرحمه. والله يا جابر أخويا ما عارف أقول لك إيه. الباقي في حياتك. دنيا غريبة. تدي من ناحية وتاخد من الناحية التانية. احنا رجالة عايشين وسط ديابة وحوش. انا نفسي يا ما شفت منهم، بس انا النهاردة بقى مطمن ومتفائل جدا بعد ما شفتكم وقابلتكم، عشان لما يبقى معايا رجالة زيكم، رجالة ما بتخافش من اي حد ومن اي حاجة، رجالة بتعرف تاخد حقها بدراعها، انا بقى ساعتها انام وانا مطمن. من حاجه يا باشا نام واطمن على الاخر، احنا هنعمل معاك الصح ونحميك ونفديك برقبتنا. انتوا بقى من النهارده رجالتي، وبعد عمليه السجن والعمليه دي احنا هنعمل مع بعض احلى شغل. شغل هيخليكوا تعيشوا حياه تانيه خالص، حياه بطعم جديد، طعم طعم الكريز. اوعى تكونوا ما بتحبوش الكريز. لا يا باشا بنحبه. هو الكريز ده. الكريز هتحبه وهتدوقه وهيفتح نفسك قوي يا سعيد. وانا راجل نزيه، احب رجالتي كلهم ينزهوا نفسهم وما يحرموش نفسهم من اي حاجه. هو ده الكلام الصح يا باشا، يبقى انت كده هتعمل معانا الصح. عظيم. بالمناسبة دي بقى أنا هسهركوا سهرة جميلة قوي،
أنسيكوا فيها بقى كل اللي شفتوه وكل اللي حصل، وبعد كده نبتدي الشغل اللي بجد. لحظة ظهورك غيرتني، دوبتني، شفت كل شريط حياتي، كنت ايه وعايشة ليه. نظرة عيونك بدلتني، حسستني ان في حاجات جميلة قلبي ممكن اخاف عليه. لحظة ظهورك غيرتني، دوبتني، شفت كل شريط حياتي، كنت ايه وعايشة ليه. نظرة عيونك بدلتني، حسستني ان في حاجات جميلة قلبي ممكن اخاف عليه. انت ايه وجيت منين، كنت فين وانا كنت فين. نبضي مرعوش من الحنين، اه يا قلبي واه يا عين. انت ايه وجيت منين، كنت فين وانا كنت فين. نبضي مرعوش من الحنين، اه يا قلبي واه يا عين. ايه رايكم فيها؟ حلوه مش كده؟ عسل يا باشا عسل. غرام دي من اكتشافي، كانت جوهره مدفونه في الدنيا، بس لما سميتني زي ما تنجح طول عمرك يا نصار باشا، نظرتك ما بتخيبش ابدا. شكرا يا جماعه، كلام جماعه. ولا ايه بسمتك انا دبت فيها، نظرتك عني داريها، سهم حبك صابني بيها. انت ليه ولا ايه، انت ايه وجيت منين، كنت فين وانا كنت فين. نبضي مرعوش من الحنين، اه يا قلبي واه يا عين. انت ايه وجيت منين، كنت فين وانا كنت فين. نبضي مرعوش من الحنين، اه يا قلبي واه يا عين. باشا الهلومة دي كلها ده رياض الزيات، اكبر مورد للبودرة في القاهرة والدلتا والصعيد. اللي على يمينه دي مدام مها، مراته سيدة مجتمع، عندها اكبر بيوت شوب في القاهرة. ايه الشوت كوب ده، مقدرات جديدة ولا ايه؟ بيوتي شوب يعني حاجة خاصة بالستات، شعر وتجميل وكده يعني. اللي على شماله ده راتب ابو، أكبر موزع للصنف والمزاج في مصر. ده إيه المركبة اللي كلها مسجلين دي يا باشا؟ بس خد بالك، الاتنين بقى على بعض زكيبة فلوس متنقلة. يعني أكبر من أكبر بنك في القاهرة. مش بقول لكم؟ المكان كله زي ما أنتوا شايفين، زباينه وناس متريشين على الآخر. كريمة المجتمع. أحسن يا ست الكل. اهلا 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 يا حبيبي، اعرفك بقى بالكنز الجديد اللي لقيته ده. سعيد حضرتك يعني بتغني زي العسل والله. وده جابر. ازيك؟ اتفضلوا يا جماعه واقفين ليه. اهم حاجه في المكان ان غرام بتغني فيه،
علشان كده انا لما بحب اسهر ما بجيش غير هنا. الترابيزه دي محجوزه كل ليله وعلى طول. بس انا عندك يا سيدي معقوله؟ ايه الكلام ده؟ مش حلو علشان انت كده مستعد، مش حد عايز يخلص منك، عارف انت فين؟ خايف عليك؟ اموت انا في الحلميه. لا ما تقلقيش، انا زي القطط بسبعة ارواح. بكير بيعمل ايه؟ ده انا بديله فلوس على قلبه قد كده عشان يخلي باله عليا. وبعدين احنا هنروح بعيد ليه؟ انا قاعد دلوقتي مع اجدع ناس في مصر. يعني ولا يهمني اي حاجه. مش كده سعيد؟ ده احنا نفديك برقبتنا يا باشا. ولا ايه يا جابر؟ طبعا يا نصار بيه. شفت يا حبيبتي؟ يعني انا دلوقتي في الامان المشبع. جامد انت قوي يا جابر. مع اني ما يبانش عليك يعني. ودي احلى حاجه فينا. اللي بيبان عليهم دول يكونوا مناظر على الفاضي. الله الله عليك يا جابر. في صحة القلب الميت. في صحة طعم الدنيا الجديد واللون البانج على فحلوي. شومان نصيب جابر وسعيد كام في العملية اللي فاتت؟ أنا اتفقت أديهم هما الاثنين 10,000. لا 10 بواكي كل واحد فيهم. عايزك كمان تشوف لهم عربية كويسة من بتوعنا تخليها تحت أمرهم وعلى طول. مفيش حاجة تكتر على الرجالة اللي زي جابر وسعيدة شومان. الرجالة دي ما بتقلش شمال. الفلوس بتروح وتيجي. المهم قلبنا كلنا يبقى على قلب بعض. هو ده الكلام. احنا قلبنا لازم يكون على قلب بعض. أنا راجل نزيه. وأحب اللي يشتغل معايا ينزه نفسه على الآخر. يعني كل حاجة، ما يحرمش نفسه من أي حاجة. أكل، شرب، لبس، شياكة، عربيات، حريم. كله 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 كله. هو ده الكلام المعقول يا نصار باشا. حمل أنت بس علينا الشغل ولا يهمك. الله عليك يا سعيد. أنا متأكد إن إحنا هنعمل مع بعض أحلى شغل. مش كده ولا إيه يا شومان؟ طبعًا. أكيد يا باشا طالما سيادتك شايف كده. أنا ليا نظرة وما بتخيبش. بعرف أوزن الناس بميزان الدهب. وأنتوا رجالة معدنكوا أصيل. بس في شغلتنا دي في قواعد. القاعدة الأولى أوعى تطمع. لأن الطماع كل ما بيعلى يبقى عايز يعلى أكتر لغاية ما يقع على الدور رقبته. القاعدة التانية لو عينك زاغت وحبيت تطمع يعني افتكر القاعدة الأولى. القاعدة التالتة بقى ودي أهم قاعدة في شغلتنا، اللي يخون فاهمين يا رجالة؟ في صحة أجدع رجالة في مصر كلها. سعادتك يا باشا. الله يرحمك يا صاحبي. انت غطسان فين يا حنفي طول النهار؟ ما حدش شافك يعني؟
في شغلانة أخدت مني اليوم كله. والواد هيما كان معاك؟ هيما؟ هيما سافر. سافر؟ سافر فين؟ لا شغلانة في حتة بعيدة رحلها، شكله مش هيرجع تاني. هيوحشنا. اتصدق الواد ده كان عامل حس في الحارة؟ بقول لك ايه، ما تعرفش اخبار عن جابر؟ جابر زي بقى ما بيتمسكش، مره يظهر مره يختفي، مش معروف. مالك يا حنفي شكلك مش عاجبني؟ هو في حاجه حصلت؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه يا اشجان، انا بس تعبان محتاج انام. روحي يا اشجان، روحي لامك. ماشي يا اخويا، بس سايق عليك النبي، لو لقيت جابر او اتصل بيك خليه بقى يجي يشقر علينا. خليه يجي يشقر عليكم. فوتك بعافيه.